شنو التوقعات ديالك من المباراة ديال المغرب وبلجيكا اللي مازال؟ التوقعات ديالي يقدروا يتباطروا ويقدروا يربحوا، هذا هما التوقعات ديالي. خالص ما إذا ربحوا شحال خصك يغلبوا؟ يغلبوا المهم يغلبوا، المهم يغلبوا. صافي شنو الرسالة اللي كتوجه للاعب شنو كتقول له؟ لاعيبة بون كوراج أخوتي، الله يعاونكم وأديو شي أداء مزيان في ضد بلجيكا، هادشي اللي كنقول للاعبين. أنا التوقعات ديالي بلجيكا غناكلوها مزيان، أنا مشيو كندا غنغلبوه ما تسألو إن شاء الله. إن شاء الله شنو الرسالة اللي كتوجه للاعب؟ أنا كندا مع زيزو لي بوف اللي لعبوا معانا مع وطاخ، صافي داكشي اللي خصنا. ثقة ثقة ثقة. وحمد الله يخفف شوية تقيل مسكين الله ياخ. قول لنا قسم مرتديلة. غتكون 2-1 إن شاء الله. 2-1 يعني الغيابات اللي كاين في بلجيكا والمنتخب المغربي عنده متكامل ان شاء الله الغول ان شاء الله الغول. كنقول المغرب مع بلجيكا ان شاء الله تجيبها ان شاء الله، فهمتيش بلاش كاساو مع ثاني بحال بحال العرب فهمتي. الله لا خاوتي يجيبوها ان شاء الله يجيبوها والله يقدروا يغلبوا 2-0. جيب التوقعات ديالك المباراه ديال المغرب بلجيكا اللي مازال. المغرب خاسره 2-1. شنو اللي صار ديالك كتوجه للاعب؟ ثاني 0-0 راس مشويش والسالم فهمتي، احيدوا لنا داك الملاعبيه اللي ما صاحينش بصراحه ضمن هادي الهضره. وبيبا المغرب شنو التوقعات ديالك المباراه ديال بلجيكا والمغرب؟ الصراحه بعد الاداء هذا ما كنقولش اللي ما عرفتش الا لو وقعت شي مفاجاه وصافي، حيت المنتخب اللي بعد الاداء هذا ما يقدرش يمشي للدور الثاني. كنطلب الله ان شاء الله في المقابله المقبله ان شاء الله يقدروا يحققوا شي نتيجه مزيونه. دابا الماتش الاولاني ما تحكمش الا باللعابه، راضي كوبا دو موندو يعني ماشي شي ماتش عادي وصافي، يعني فهاد الساعه هادي راه الماتش الاولاني كيكوز شويش صلا كيندمجوا مع بعضيتهم. ونطلبوا الله المباراه المقبله ان شاء الله يكون شي تكون شي نتيجه مزيونه ويكونوا ملاعبيه. صراحه الكيب راه مكمل كامل ما كاين حتى شي خلل ولا شي حاجه، والحمد لله المدرب هو تما واللاعبيه كلشي مزيانين. نطلبوا الله ان شاء الله يعملوا شي نتيجه مزيانه ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.